السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا، أتحبون؟ الناس تيجي من مصر ما نقولهمش الحمد لله على السلامة، مش معقول أبدا. حتى يعني نقول لكم الحمد لله على السلامة، مع السلامة، مع السلامة، يعني أيوة السلامة. امضوا بسلام. أصل بيقولوا أصل احنا بنتعلم من الكتاب، لأن الإنجيل كل كلام بولس يقول السلام ده علامة رسائلي. بولس الرسول دايما كده، نعمة لكم وإيه؟ والسلام. وسلام. علي الحالات أنتوا بتعملوا عمل عظيم جدا جدا، أنكم بتهتموا بالسيد المسيح نفسه شخصيا. اللي بيقول اللي بتعملوه بأحد إخواتها ولا الأسار فبي قد فعلتم. فإحنا بنتهتم بالسيد المسيح شخصيا. فدي لا، ومين يستاهل؟ مين يستاهل؟ ده الفقراء دول معاهم مفتاح الملكوت، مفتاح الملكوت، حراس الملكوت. قالوا عليهم القديسين ان دول حراس الملكوت. ففي قول لأحد الآباء كان في المؤتمر في المنوفية، كنا عاملينه عشان أخوة المسيح والملاجئ والأيتام. بيقول للكاهن، يا كاهن لما تدي الفقير بوس على إيده. فالناس استغربت، الناس متعودة تبوس على إيد مين؟ أبونا. لكن أبونا يتبوس على إيد؟ قالوا لأن أنت بتدي للسيد المسيح شخصيا. وزي ما بيقول الكتاب، اللي يقرض، اللي يعطي الفقير يقرض الرب. كلام كتير عن الفقر والأيتام والأرامل. فطبعا الحاجات دي كلها يعني بتفتح لنا باب الملكوت. بنقول على خدمة الفقراء أقصر طريق للدخول للملكوت، شورت كات. بس في نقطة مهمة جدا قالها القديس يعقوب، الديانة الطاهرة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. بارت 1، الشق الأولاني. تاني بقى، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في هذا العالم. الإنسان يجاهد عشان يحفظ نفسه، مش ما يكتفيش إن هو بيخدم الفقراء بس. نمرة 2، اللي بيخدمهم دول او بيخدم الرب نفسه، ربنا هيساعده ويديله نعمة انه يجاهد في حفظ نفسه بلا دنس. دي نعمة بتجيله بقى اوفر بقى، لانه بيقول انت بتهتم بيا، تهتم باخواتي، طب انا هديك معونة عشان تحفظ نفسك بلا دنس. ودي مهمة جدا للخدام والخادمات وكل اللي بيشتغل في خدمة الفقراء. فكلام عن الفقراء كتير، الكتاب المقدس كله. زي ما قال انا اب لليتيم وزوج للارمله. وكلام كتير جدا جدا اللي يهدر حق الفقير والارمله، يقول لك انا ضده. فطبعا انتوا بتعملوا عمل
المشروع ده يعني جميل جدا، وكويس انه اتعمل حاجة زي كده في الكنيسة وبتتبناها كنيسة. فاحنا طبعا الجمعيات سواء في داخل مصر او خارج مصر، الهيئات، الابراشيات، الكنايس، الافراد، حتى في بعض العائلات بتجمع نفسها وتهتم. بس ان دايما انا انصحهم انه خليكم تحت الامبريلا بتاع الكنيسه، قولوا لابونا بتاع الكنيسه، قولوا للاسقف او المطران بتاع الابراشيه، خدوا بركته، هو مش هيعطلكم ومش هيحطوا قدامكم عقبات. على الاقل يبقى عارف، على الاقل برضه يبقى فيه تنسيق، لانه ممكن يساعدوا ناس الكنيسه بتساعدهم، يشوفوا حد تاني، توسع الدايره، ما تبقاش حكر على ناس معينه. خدمه الفقراء دي يعني الحقيقه هي خدمه، احنا قلنا كده اثر طريق الملكوت وضامنه ايضا للملكوت، ضامنه. بس الشرط التاني يحفظ الانسان نفسه بلا ما اتكلش على كده، ولا نبقى شؤون اجتماعيه. انت مش سواق، انت خادم برضه، خادم. الخادم من فراش الكنيسة لغاية اعلى رتبة خادم، بس كل واحد له ايه، رسالة. ما نقدرش نستغنى عن لا فراش الكنيسة ولا على القربني ولا على المعلم، مقدرش. مش كده برضه؟ وانتوا كتر خيركم، كتر الف خيركم يعني. لان انتوا برضو بتعملوا حاجة، يعني انكم تجيبوا لهم الحاجة هي لغيت هنا، ودي برضو مهمة انكم تخشوا من خلال الكنيسة، البحوث الميدانية، بحث ميداني لازم. يعني انا كان عندي مشروع بس اسعفنيش الوقت ان احنا ننفذه، بالنسبة للملاجئ وخدمة الفقر عموما، مشروع معمول له قواعد ونظام، يعني يبقى تحت إشراف الكنيسة بالكامل، ويطلق يد كل اللي بيشتغل، يطلق يد كل اللي بيشتغل، ونحدد نقول المجموعة دي تمسك التعليم، المجموعة دي تمسك العلاج، المجموعة دي تمسك الزواج، المجموعة دي تمسك الإعاشة، المجموعة دي تمسك الكوارث، المجموعة دي تمسك السكن، وهكذا. ويبقى في تنسيق، وما فيش مانع لو هي حتة أو جهة تحب توسع شوية، اشترك مع باقي، مع الباقي، خليك في المجموعة بتاعتك، عندك إمكانيات تستخدمي في مجال تاني، أهلا وسهلا، ويلكم. مفيش، شوف الحاجات دي عايزة مرونة، مرونة ونظرة متسعة شوية. عايزة نظرة متفقة، إنما لو أعمل كده هعطل الدنيا، وأقول لا، ده السيد المسيح نفسه قال، بيقولوا له في ناس، قال لهم هم بيتكلموا ضدنا ولا تبعنا؟ فانا هم طالما بيخدموا في حقل الحقل اللي احنا مهتمين بيه، لا ده مشروع خاص بالفقرة، لو اتعمل المشروع ده، وانا قلت عليه وشرحته لكآباء كتيرة، وشرحته الناس في داخل مصر وخارج مصر، خدام وبيشتغلوا في المجال ده، قالوا ده رائع، عملية موضوع التكافل وتضامن، ليه؟ يعني زي ما بيعملوا دلوقتي في الدول الاتحادات والتجمعات الدولية اللي بتواجه كوارث العالم. احنا برضو نعمل حاجة زي كده، ده بالنسبة للفقراء، ويبقى تحت مظلة، وتشترك في كل الإبراشيات، وتديروا البطريركية، وتطلق يد كل جهة في تجتهد. والملاجئ برضو اتكلمت فيها، برضو مشروع عليها مشروع، ان الأديرة
تعمل ملاجئ، أديرة البنات تعمل ملاجئ للبنات، وأديرة الأولاد تعمل، وأديرة الرهبان تعمل ملاجئ للرهبان بتاع دليل الأولاد. الرهبان يعملوا للأولاد وأديرة البنات تعمل ملاجئ للبنات. كل دير يعمل يشتري الأرض ويبنيها مبنى. وفي ممكن حد يقول لي طب ما الرهبنة بتاعتنا رهبنة تعبدية مش خادمة تكريس، طب ما في رهبة ماسكة مقر الدير في القاهرة، ايه المانع ان الرهبة تمسك ملجأ ويبقى معاها كأم ويبقى معاها معاونين متطوعين او بمرتب؟ لو عملنا المشروع ده بتاع الفقرة ده بتاع الملاجئ ده مش هنلاقي تيم بدون رعاية. ولو عملنا المشروع برضو بتاع الفقرة على مستوى الكرازة وتشترك فيه كل الجمعيات والإبراشيات مش هنلاقي فقير في مصر. فالحقيقة يعني هي عايزة ايه؟ تطوير برضو، تطوير. احنا تطوير في الرؤية وفي الفكر. زي ما قال قداس البابا احنا تنظيم وتحديث وتطوير وتجديد. كل الابراشيات ويشترك في المشروع ده بمبلغ. لو يعني اقول لك اكثر تفصيلا، مشروع البطريرك بتاع الفقرة كل ابراشيات تشترك بمبلغ معين حسب عدد كنيسها. ابراشية كبيرة تدفع قد كده، مبلغ تأسيسي للصندوق ده، مبلغ تأسيسي للصندوق ده. إبراشية مثلا نقول كل كنيسة يدفع لها مثلا 3,000 جنيه، إبراشية فيها مثلا 20 كنيسة تدفع 60,000، إبراشية فيها 50 كنيسة تدفع 150,000، whatever، أو قول 2,000، أي مبلغ، مبلغ إيه؟ تأسيسي. كويس كده؟ عشان ده رأس مال الصندوق العام. وبعدين هتدفع اشتراك شهري نمرة 3، هتدفع مساهمة لما الصندوق يساعد الفقراء بتوعها، تدفع جزء من انت جايب لي حاجات ب100,000 ادفع منها 5%، ادفع لك 5,000، ادي دخل الصندوق. كويس كده؟ والصندوق ده يتعمل له حساب في البنك، يبقى عنده مبلغ تأسيسي، مبلغ ايه؟ تأسيسي، واشتراك شهري، مساهمة في الخدمة اللي انت جبت لي النهاردة حاجات ب100,000، تقول لي انت عليك 5,000، اقول لك حاضر خدهم. هنا ادي دخل الصندوق مع تعضيد الجمعيات والهيئات الاخرى. اما قالوا لي كده الناس، قالوا لو لقينا كده يبقى احنا عارفين صندوق واحد، والشعب نفسه قال عرفنا ان احنا عندنا صندوق واحد، وعاء واحد بيصب فيه كل احتياجات الفقراء. هندفع ده. في ناس قالوا لي انا اما كنت مثلا سواء هنا او بره، يقولوا لي احنا كنا ندي مثلا 1,000 جنيه وانا اقدر ادفع 100,000، بس انا لكن لما الاقي منظومه زي دي ومنظمه هدفع 100,000، 500 دولار او 1,000 دولار لا هدفع 10,000. ده بيدي استمراريه للصندوق لانه دخله ها لا دخله كمان مستمر، وفي مساهمه من الابراشيات والجمعيات. انا عامل هنا المشروع ده كده عندي. انا ليه عندي نفس طويل من 41 سنه من ساعه ما جيت هنا؟ ليه؟ لان انا لما ادي كنيسة حاجات مثلا بمثلا بطاطين ولا لبس ولا حاجة بمثلا ب10,000، انا بدفع التلتين والكنيسة بتدفع التلت، الكنيسة نفسها المستفيدة الفقراء بتوعها، انا بدفع لها التلتين مساهمة الكنيسة. عندنا الايصالات بتقول كده، مساهمة الكنيسة ومساهمة الإبراشية. أنا عطيته مثلا مأكولات ولا حاجات
لبس، اي حاجه، اي حاجه، مساهمه الكنيسه ومساهمه المطرانيه، ودي عاملاني مخلياني عندي نفس طويل. هم بيحسوا انهم بيشتركوا معانا، وانا بحس ان هم برضو، هم بيحسوا ان انا بشترك معاهم، وانا بحس ان هم بيشتركوا معايا، لان انا باخد منهم تلت التكلفه. فدي عندي نفس طويل، والاعتماد بتاع اخوة المسيح دايما ما جاش على السفر ابدا. ليه؟ لان في يعني في موارد جايه باستمرار. فلما نعمل المشروع ده التاسيسي والاشتراك الشهري ومساهمه الابروشيه في الاعانه اللي بتيجي او المساعده اللي بتيجي من الصندوق، كويس كده؟ تحب تيجي نقف هناك؟ يعني أنا منفذ المشروع ده في الإبراشية هنا من 41 سنة، إن الكنائس بتساهم معانا وأنا بساهم مع الكنائس. طبعا لما بتجيني حاجة مجانا، الحاجة اللي بشتريها هي اللي بخلي، ودي بتخليني أشتري بالجملة بأسعار طبعا أقل من القطاعي، تخليني أشتري بالطن. لكن الحاجة اللي بتجيني مجانا لازم أديها مجانا برضو، ما مجانا أخذته مجانا أعطه. لكن اللي أنا شريتها يعني هيبقى زي أنا بشتري للكل، وتيجي الكنيسة تاخد الحاجة اللي هي عايزاها، بطاطين ولا أكل ولا أي حاجة ولا لبس ولا مراتب ولا سراير ولا أي حاجة، بتدفع جزء من، طالما أنا شريتها تدفع جزء اللي هو التلت، وأنا بتحمل التلتين. ده بيخليني مستمر، لأن هم بيساهموا معايا. فعلى مستوى الإبراشيات بقى هيبقى كده الصندوق. يعني أنا الصندوق العام ده موجود هنا في المطرانية، اللي أنا بقول بقترحه أكبره على مستوى البطريركية والكرازة. منظومة دي لما حطناها خلاص استقرت. هل انتوا باعتباركم ايدكم في الشغلانة دي، في الخدمة دي، ايه رأيكم في حاجة زي كده؟ انا اقترحته على فكرة على بعض الاباء، بس الوقت ما اسعفنيش، لان طبعا بعد كده بقى يعني كان في نوع من التنظيم برضو، ان ما حدش يمسك لجنة اكتر من 3 سنين او 6 سنين على حد. انا قعدت ماسكها 18 سنة. فلو عملنا حاجة زي كده، انتوا رأيكم ايه باعتباركم ايدكم في العملية دي، سواء تمويل او صرف؟ الاشتراك، الشراك والمساهمة تتخفض. ما احنا بنعمل كده. يعني انا لما بلاقي كنيسة امكانياتها ضعيفة، بصراحة انا بديها من عندي، ما بوقفش الخدمة، بديها من عندي وبعتبرها ان دي حساب مدين انا بدعمها، وتبقى مديونة، وفي كل شوية نقول لهم ما شدوا حيلكم عشان تسددوا ايه اللي عليكم، شدوا حيلكم وننطقهم شوية بشوية. ما هو الصندوق برضو لازم يكون عنده مرونة. ده المشروع ويستمر ويبقى له صلاحيات ولو ناس، إذا كان بمرتب أو متطوعين، زي ما يرى الصندوق، ويبقى ناس حاطين دماغهم في الخدمة دي ومعاهم فراودة. ما فيش مانع كمان، ده مش هيوقف نشاط الجمعيات،
ومش هوقف نشاط الإبراشيات، لا، أنا هديك جزء من الناس وأنا هعمل جزء عشان أنت ما تجيش تاخد مني البركة كلها. ما أنا عندي مبدأ كده، أنت ما تجيش تاخد مني البركة كلها، بركة الخدمة الفقراء، لازم أنا أحتفظ لنفسي بجزء عشان أنا أخدمه. البرشيات برضو هتحتفظ لنفسها بمجموعة من الناس تخدمهم هي بطريقتها، والجمعيات والهيئات هتحتفظ لنفسها برضو بجزء من في التجمع ده، ما يشتركوا معانا برضو من خلال الصندوق ده، ويبقى لهم نشاطهم بحسب القطاع اللي هم بيخدموه. أما عن الملاجئ بقى، فأنا قلت إن يبتدي، طبعا مش هنعمل ملجأ هناك جنب دير السريان ودير الأنبا بشوي، مش كده برضو؟ هنعمله في وادي النطرون، في الوادي نفسه، هنعمله في القاهرة، هنعمله في كفر داود، ملينا مقرات هناك في الأديورة، نعمله في أي حتة، نعمله في الجيزة. الأديورة برضو هتجيب الأرض وتبنيها وتعمل أديرة الأولاد والبنات، يجيبوا الأرض ويبنوها ويشكلوا لجنة، يعملوا بيها لجنة تشرف على البيت، منهم هم، لأن معاهم خادمات ومعاها طقم تاني، هي كأم مدبرة زي الرهبة اللي ماسكة مقر الدير في القاهرة، مش كده برضو؟ مش في مقرات للأديورة الرهبات في الأديورة، زي ما رهبة قاعدة في المقر تروج المشغولات والتبرعات وتدير احتياجات الدير، ترتبه له وتبعته للدير برضو، دي خدمة برضو المفروض انها تخش برضو في الرؤية. يحطوا رهبة واحدة بس يكون عندها محبة الخدمة دي، وتساعدها ناس يخدموها سواء بمرتب أو متطوعين متفرغين بالكامل أو غير زي ما قدسك زي ما حضرتك كده. قد انت مكرس لكن مخصص لخدمة معينة، لكن بتتقاضى يعني بركة شهرية زي السواق زي أي واحد منكم، فنفس الحكاية. وأديرة الرهبان نفس الحكاية، يبقى راهب يقعد في البيت ومعاه ناس، مقيم في البيت، ودي إقامة المشرف في البيت دي ليها يعني فوائد مهمة جدا جدا جدا. أنا يعني لا أخفيكم سرا، أنا كنت عضو مجلس إدارة في ملجأ وموجود لغاية دلوقتي مستمر، جمعية شفيع الفيوم وعاملة ملجأ، أنا كنت عضو مجلس إدارة فيه، وكنا بنبات نعملين نبطشية كمجلس إدارة، احنا مش مجلس إدارة يعني بهوات، خدام، كنا مقسمين المبيت على نفسنا، مشرف مقيم في مشرفة، وبنبات مع الأولاد، مش بنبات في أوضة وحدينا، مش ببات في أوضة وحدية، لا، ده أنا ببات مع الأولاد، أوضة مثلا كبيرة فيها 6-7 أولاد، أو عنبر فيه 12 ولد، ليه سرير معاهم، المشرف له سرير بيبات معاهم. المشرف المقيم ده إقامة كاملة، ده لها بركات كبيرة جدا. فالراهب لما أنا ما أقدرش أقول الراهب يبات بقى زي مع الأولاد، لا، له أوضة بس أوير بكل حاجة حاصلة في البيت، والراهبة برضو صحيح لها أوضة بس عندها فكرة بكل حاجة، وهو تقريبا له صلاحيات كاملة، له صلاحيات كاملة، يعني هو مجلس الإدارة ومعاه مجموعة بتدير البيت يرجع لهم، وهي رئيسة مجلس إدارة ومعاه مجموعة تدير البيت معاها سيدات،
فمهم جدا المشرف المقيم. فاحنا جربناها، انا عشتها يعني كلام ده من 63-64 سنة 63-64. الملجأ ده كان أسسه أبونا أنطونيوس أمين اللي كان في مصر الجديدة في كليوباترا، وكان كان في الفيوم ولظروف معينة راح مصر، فتحلت الجمعية فاحنا أسسناها تاني باسم جمعية، كانت جمعية القديس إفرام، عملناها باسم جمعية شفيع الفيوم، وكنا مجلس إدارة خدام وجمعية تابعة للشؤون الاجتماعية لكن خدام، والخدام بيباتوا بننام عاملين نبطشية. فوجود خادم مقيم، يعني احنا كنا موظفين بنروح لأشغالنا والنبات في بيوتنا، وعليا النبطشية اليومين دول أبات، عليا النبطشية في النهار، عاملين نبطشية في النهار ونبطشية للبيت للإقامة المبيت أقصد. فالبيت مشي وتعمل، وفتحنا بيت للبنات بس من مدخل تاني لأن البيت أكتر من دور، فالولاد واخدين دور أرضي ودور أول وتاني، والبنات لهم الدور التالت ومدخل خاص، وموجود لغاية دلوقتي. ده اللي أسسه أبونا أنطونيوس أمين في شقة صغيرة في حتة كده شعبية. أنا فاكر كويس قوي الناس بتدفع عشورها، في ناس بتدفع عشورها بالكامل للأديرة، لا العشور تلت وتلتين، تلت للفقراء وتلتين للكنيسة، والتلتين بتوع الكنيسة يروحوا. بس فوجئت إن في مرة احنا بنتكلم في الحكاية دي حتى عشور الفرد كده، والبابا توادرس ربنا يسنده وربنا يديله الصحة قال الحاجة دي، قال دخل الكنيسة تلت، 30% فقراء، 30% تعليم اللي هي مرتبات، 30% صيانة، يبقى 90، 10% احتياطي رأس مال. احنا كنا بنعمل كان في مؤتمر وكان حاضر نيافة الأنبا بخوميوس وكان يدي محاضرة فيها، فلما اتكلمنا كده فلقيت الأنبا بخوميوس قال معلومة ذهلنا كلنا منها، قال لا ده زكا قال أعطي نصف أموالي مش التلت للفقراء. صحيح قال إيه؟ إن كنت وشيت بأحد أرد لي 4 أضعاف، بس قال نص للفقراء مش التلت بقى، فيعني ده التلت ده رقم متواضع. لو عملنا كده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الكنايس مش هيبقى في فقراء، ولا الهيئات اللي هي هتتوسع وتبقى أكتر. أنت بدل ما تدي ما توكلني في الأسبوع 2-3 هتوكلني طول الأسبوع، بدل ما تساهم معايا في الجواز لا هتجوز بالكامل، بدل ما تقول لي مثلا في العلاج أنا هدي لك جزء من العلاج لا هديك العلاج بالكامل، بدل ما أنا قاعد في بيت مسقوف بالجريد لا هتعمل لي بيت محترم، هترتفع الخدمة هتوسع الدايرة لغاية ما توصل للي يسموهم بقى ايه اللي عندهم دخل بس عايشين يدوب على الكفاف، محدود الدخل. ما الألفاظ دي بتروح مني، محدود الدخل. هترتفع بقى الشريحة دي. هنوسع لغاية ما نشبع دول وبعدين نلتفت لمحدود الدخل فهتتوسع. فمن هنا هتلاقي الخدمة في تمويل ضخم وثابت ومستقر وفي تعضيد. احنا بنعضد الصندوق والصندوق بيعضدنا في نوع من التكافل كمان، يعني ما هوش محطوط يعني فرمان جت إبراشية تعثرت جت حتة تعثرت، لأنه صندوق ينظر ليها له صلاحيات يعمل كل حاجة. لو عملنا حاجة زي كده هنلاقي يتيم بدون رعاية ولا بنت يتيمة لا بدون رعاية، هنوسع كل الأديرة تعمل
والدير اللي هيعمل في نقطة بقى دي مهمة جدا، الدير اللي هيعمل ملجأ للأولاد أو البنات ويلاقيه نجح، بجيب عيل منين وبخليه بني آدم، دكتور، صيدلي، مدرس، محامي، بيشتغل معاه شهادة. والبنت نفس الحكاية، يحس بالثمر هيعمل ملجأ تاني. الدير نفسه الواحد هيعمل أكتر من ملجأ، ليه؟ لما شاف الثمر الشهية بتاعته تتفتح ويشتغل ويعمل تاني. والبيت برضو نفس الحكاية بتاع البنات الرهبات، هتلاقي إن الله إيه ده، أنا فاكر الحاجات دي، فاكرها كويس. الأولاد الفقراء، قنبلة موقوتة، أولاد كل الفقير قنبلة موقوتة للمجتمع والكنيسة، للأسرة والمجتمع والكنيسة والدولة. فإحنا هنا بنحمي الأسرة وبنحمي المجتمع وبنحمي الكنيسة وبنحمي الدولة، ما احنا بنعمل بيوت مغتربين ومغتربات وبنتصرف. ما في حتت عاملة مستشفيات وبيشرف عليها راهب، ما دي كمان يعني دي ما دي برضو دبرانش من الخدمة، ودي مهمة جدا. اتكلم في المشروع ده واتكلم في أهمية خدمة الفقير. ده الفقراء دول معاهم مفتاح الملكوت. في قول لأحد الآباء بيقول للكاهن، يا كاهن لما تدي الفقير بوس على إيده، قال له إن أنت بتدي للسيد المسيح شخصيا. بنقول على خدمة الفقراء أقصر طريق لدخول الملكوت. الخادم من فراش الكنيسة لغاية أعلى رتبة هياخد دعم زيادة بقى من فوق عشان بيخدم الناس دول. ياريت نحب السيد المسيح ونحب الفقراء بتوعه. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا، أتحبون؟